البداية بأهم وأبرز العناوين اللي هنتابعها النهاردة في حلقتنا. عقد رعاية تاريخي بين الأهلي وبرزنتيشن سبورتس. الخطيب: الأهلي أصبح بيتا لبرزنتيشن سبورتس. رئيس الأهلي: واثقون من نجاح الشراكة مع الراعي الجديد. محمد كامل: حققت كل أحلام حياتي بالحصول على رعاية الأهلي. رئيس برزنتيشن سبورتس: الخطيب أرهقنا حتى حصلنا على حقوق الرعاية. الأهلي في الجزائر بعشرين لاعب لمواجهة وفاق سطيف الثلاثاء. جهاز المنتخب يعلن قائمة المحترفين السبت المقبل استعدادا لتونس.